السلام عليكم حبيباتي، ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم جبت لكم محلبي بقوام كريمي رائع باضافه الشانتيي وبتزيين الكاكاو وذوق الفاني، وهي الصراحه الوصفه الاصليه بماء الورد ولا ماء الزهر، والتزيين يكون بالقرفه. بس انا في الدار ما يبغوش القرفه والاكل ادواق. وتاني بغيت نقول واحد الملاحظه صغيره، هذه الوصفه والله راني معتمدتها من العام الماضي، سمعتها في الاذاعه في الراديو وصورتها شهر قبل رمضان. اليوم عاد درت لها المونتاج، والبارح جيت نرجع للتعليقات حتى طلع لي فيديو لواحد القناه حاطه نفس الوصفه، نزلتها نهار قبلي، ونتمنى لها التوفيق ان شاء الله. هذه غير باش ما نجبرش في التعليقات انه وديت عليها الوصفه وماشي تاعي، وهي ماشي عيب لو كان حتى ندوم عند بعضنا البعض، كل وحده واللمسه تاعها وكل وحده وتضيف اضافه، المهم تكون فيها افاده. اولا يكون عندنا كميه من الروز المرحي، الروز الابيض، شوفوا كيفاش ريحته بودره، يكون رقيق ما تريحوش يكون غليظ، صفوه في صفايا يكونوا العيون تاعها يكونوا رقاق ماشي غلاض. كي من هذه انا اللي صفيت بها، هذا وين كملت بها، صفيت من هذه وريحته فرحه. هذه تاع القهوه تساعدكم احسن تعملوا هذا الروز الابيض، ما ديروش هذاك المفور. وعندنا نصف لتر حليب مع 2 ملاعق كبار تاع سكر، والسكر حسب الذوق، ندير 2 ملاعق خاطرش غادي نزيدوا غبره الشانتيي، وغبره الشانتيي شويه حلوه، مع 4 ملاعق غبره الروز، 4 ملاعق يكونوا بهذا الحجم، يكونوا كبار ويكونوا معمرين هكا. شوفوا النار كيفاش تكون، تكون قليله بزاف نقص لها، تكون هكا قليله. علاش؟ باش الروز يطيب لنا في غرده. لو كان نديروا نار تكون متوسطه ولا تكون عاليه غادي الحليب يتبخر بسرعه والروز ما يطيبش، يقعد يغصغص في الفم. بصح هكا نعطوه الوقت الكافي باش يطيب، وما نحبسوش التحرك بدون انقطاع، نحركه باش الروز ما ينزلش القاع تاع الكاسرونه وينحرق، خاطر هو شويه ثقيل وينزل القاع تاع الكاسرونه. كي نشوفه ثقال الغليه الاولى ولا الثانيه نطفي عليه للنار. ها هو الخليط بدا يتقل، راني والله قريب ربع ساعه وانا نحرك على هذيك النار القليله. شوفوا هو بدا يتقل في الفوي، شوفوا شفتوا هو بدا يغلي الغليه الاولى، دوك نطفي عليه. شوفوا القوام كيفاش جا، هنا تشوفوه احسن في الاضاءه، شفتوا هو تماسك. دوك نديره هنايا في بول ونخليه يبرد تماما، شفتوا كي نحركو بدون انقطاع ما يلصق لنا والو في الكاسرونه. ها هي بهذا الشكل، دوك نخليه هنايا يرتاح واحد شويه يولي دافي، وندخله الفريجيدير باش يبرد بسرعه، ما تدخلوش هو سخون باش ما تضيعوش الفريجيدير تاعكم. هكا مره على مره نجي نحركه باش يبرد لي بالخف، ومن بعد كي يبرد ندخلو فيه غبره الشانتيي. نسيت ما درتش الفاني، نديروها في اخر مرحله خاطرش هذه ماشي الفاني الحقيقيه، ماشي لاغوز دو فاني. المحل بيبرد، درك نزيد له غبره الشانتيي، ندير زوج مغارف يكونوا كبار بصح ما يكونوش معمرين بزاف، نزيد نقص شويه هكا. بهذا الشكل قوام ولا خفيف ولا كريمي، شوفوا كيفاش ولا قوام رائع. دوك نقدمه في هذا المول، انا غادي نديره في هذا المول، دوك نزين المحلبي. قطعت هاد الأشرطة تاع الورق ونحطهم بهذا الشكل هكا. ودوك نزين بشوية تاع الكاكاو فاتح اللون. هكا راني نقلع فيهم غير بشوية باش من
نوسخش هذا التزيين اللي زينته. دوك نخليه يبرد شويه في الفريجيدير ونشوفوه كيف جا في القوام تاعه.